عودة النشاط الدبلوماسي إلى الساحة سواء الساحة الإفريقية أو الساحة الأوروبية، أعتقد أنه أنها مهمة جدا من أجل إعادة الاعتبار لمكانة الجزائر أولا. وشخصيا أعتقد أنه هذه الدبلوماسية وهذا النشاط يجب أن يكون بالتوازي أيضا مع نشاط الدبلوماسية البرلمانية. نحن نقوم بعمل كبير على مستوى المنظمات الدولية، ويحتاج هذا الجهد إلى دعم أيضا من السلطات العمومية، لأننا نقدم أيضا الإضافة إلى الدبلوماسية الرسمية. أعتقد أنه هذا الزخم الدبلوماسي الذي تعرفه الجزائر يجب أن يستمر، وأيضا يجب أن يواكب أيضا بهذه الدبلوماسية البرلمانية التي أصبحت رقم فاعل في الساحة الدولية.